بالرغم من أن الطفولة وقت يكون فيه الأطفال سعداء ويتعلمون أشياء جديدة ويستمتعون، فإن هناك عددا منهم يتعرضون لصدمات تترك لهم ندبات عاطفية طويلة الأمد. وتشير بعض الدراسات إلى أن تعرض الأطفال لصدمات متتالية قد تكون سببا رئيسيا في تشكيل شخصيات مشوهة نفسيا، إذ تترك آثارا عميقة على نفسية الأطفال تمتد إلى مرحلة البلوغ، ما يؤثر على حياتهم الاجتماعية والعاطفية، وتحتاج عملية التعافي منها صبرا ودعما مناسبا. فكيف يمكن التعافي من صدمات الطفولة؟ وما الخطوات التي تساعد في هذه العملية؟ نرجع مرة تانية مع حضراتكم، واسمحوا لي بس قبل ما نقدم الفقرة دي ان انا اشكر الاصدقاء الموجودين وضيوفنا الاعزاء الموجودين معانا على الهواء مباشرة. هم يعني اخذوا او استقصلوا وقت من وقتهم علشان يكونوا موجودين مع حضراتكم يحكوا لكم التجربة اللي هم عاشوا فيها، علشان نحاول ان احنا نتعلم احنا كأولياء امور ونشوف احنا نقدر نصلح الوضع بتاع حياتنا وبتاع مع اولادنا ازاي. فده يعني شكر واجب لازم جدا. النهارده بيسعدنا يكون معانا الدكتور نبيل القط. اهلا وسهلا دكتور نبيل. معانا شهندة العطيفي. اهلا وسهلا بك يا شهندة. هدى الصياد. اهلا وسهلا بك يا هدى. نورهان اشرف. اهلا وسهلا بيكم. واحنا بنكمل الجزء الثاني من فكره صدماتنا في الطفوله، وازاي ممكن تاثر علينا، وازاي ممكن تاخد مننا وقت من غير ما ناخد بالنا ان احنا محتاجين نتعافى، وتاثر على حياتنا وتاثر على الناس اللي حوالينا. بنجد تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين ولضيوفنا الثلاث امارات اللي منورينا النهارده، وطبعا دكتور نبيل القط. وابتدي من عند شهنده الكاميرا هتجيبها قمر. فلما انت تكوني قمر وحد يقول لك انت فاكره نفسك بنت او يشككك في انوثتك او ده يعمل تروما مستمره فيها حصاد للاسف. احكي لنا بقى القصه. انا بابايا صعيدي، والفكر الصعيدي دايما بيبقى خوف قوي ان احنا لازم نداري على البنت جدا، وان هي حاجه ما ينفعش تظهر طول الوقت وكده. لما ابتدينا نبلغ وكده، فخلاص احنا هنلبس الحجاب وهنتغطى كويس قوي وهنداري ونلبس اوفر سايز قوي في اليونيفورم والحاجات دي بشكل ترهيبي، اللي هو انا في حاجه غلط لازم اداريها طول الوقت. لما ابتديت اتعلم الحجاب في الاول وابتدي البسه بشكل كويس، اخدت وقت طويل قدام المرايه، فبتقال لي انت واقفه كل ده ليه؟ انت فاكره نفسك بنوته؟ فاتخضيت، يعني جالي خضه، اللي هو لا، هو انا بجد مش بنوته؟ فابتديت ابقى شبه الولاد شويه، ان انا في تصرفاتي. وانت صدقتي؟ يعني هم بمجرد الكلمه دي ايه اللي خلاها توصل عندك فتصدقيها وتحسيها؟ بابايا اصدق شخص في حياتي، ومامتي، يعني هم الاثنين دول اصدق ناس في حياتك. هم لسه موجودين؟ لا، توفوا الاثنين. هو ماما وبابا هم الاثنين كانوا مشتركين بنفس طريقه اللغه؟ لا. انت فاكره نفسك بنت المفروض تلبسي كده انت كده؟ ولا بابا بس؟ بابايا. طب وماما كانت فين في الدور ده؟ ماما كانت موجودة، بس بابا كان شخصية قوية جدا جدا جدا، وكان السلطة رهيبة جدا في البيت، وكان حاجة ليها قيمتها قوي وكده. فكانت ماما ممكن تقول بس مش تقولوش، هو تقولي أنا. طب هي عمل فيكي إيه؟ يعني لما قالك كده احكي لنا التطور بقى اللي حصل، لأن أنت لسه ما وصلتيش لمرحلة إن أنت تتصالحي مع الماضي، لسه مش قادرة تعمليها. إيه يعني احكي لنا أبرز الحاجات اللي أثرت فيكي. دايما كنت شايفه نفسي ان انا لو انا مثلا في حفله في المدرسه، انا مهما هلبس مهما هعمل انا مش حلوه، دايما البنات احلى مني اكيد، دايما انا في حاجه ناقصه، مهما هعمل ده مش كفايه، في حته ناقصه دايما طول الوقت. وبسال الناس كتير قوي، يعني لو انا خارجه في مكان او كده، هو انا بجد شكلي حلو بجد؟ وكتير جدا، وتصير كتير، واسال كتير قوي، عشان وبرده ما بصدقش. دايما بقى عندي المجاملات هي مجامله، هو مش حقيقه، هما بيقولوا لي كده عشان لازم يقولوا كده. بس طب وبعد كده اتكررت معاكي مع بنتك؟ بس بطريقه مختلفه. ايه اللي خلاكي تربطي بينك وبين بنتك؟ بنتي الكبيره احنا يعني انفصلنا مع بنا وباباها، انفصلنا. فباباها طبعا بيحبهم جدا جدا جدا، بس برضو الخوف الذكوري يعني
اللي هو برضو لازم نداري ولازم نعمل ولازم كده. فانا ابتديت اتكلم معاها انه لا، يعني لا، بخوفها وخجلها دايما طول الوقت ان انا في حاجه غلط، ابتدى يفكرني باللي انا كنت بمر بيه جدا طول الوقت، وبقيت ادافع قوي قوي انه لا انت كويسه وانت حلوه وفيكي حاجات كويسه وفيكي حاجات حلوه. فده كل ما بشوفها قدامي بقلق جدا ان يحصل اللي انا بحسه دلوقتي. اللي هو ايه؟ لان انا لغايه دلوقتي ما وصلناش، انت حاسه بايه؟ عدم الثقه في النفس. اه اكيد. حتى بعد ما اتجوزتي وخلفتي؟ اكيد. ولا مره قررتي انك تساعدي نفسك، انك تروحي استعانه بطبيب نفسي، تكلمي في جروب؟ يعني ما فكرتيش تروحي تتكلمي معاه؟ بصي انا خفت. ايه سبب الخوف ان انا اروح لدكتور؟ انا ما اعرفش، بس انا خفت اعمل كده جدا. واشتغلت على ده بطريقه مختلفه شويه، ان انا كل الحاجات اللي اتقال لي فيها انك هتفشلي فيها انا اشتغلت عليها. فبقيتي موديل؟ بقيت موديل، وبقيت مدربه استعراض مسرحي. لان انا في الطلبه اللي عندي في بنات واولاد جدا جدا شبهي في الخوف وعدم الثقه جدا. بشتغل معاهم طول السنه، وفي اخر السنه بيطلعوا على المسرح يقدروا يعبروا كويس قوي عن نفسهم بالمزيكا بالتمثيل بالحركه. بس ودي انت جميله اكيد، لما بتقفي قدام المرايه شايفه نفسك جميله، ده ما بيديكيش الثقه؟ يعني ليه الثقه مزعزعه او انت مش واقفه على ارض صلبه من الاساس؟ الاساس 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 طبعا. الاساس احنا ما بنتحركش باللي احنا بنشوفه، بنتحرك باللي اتزرع جوانا. في حاجه اسمها التسفيه الذاتي. التسفيه الذاتي بيحصل بالذات عند الستات. انت تقولي لها انت وحشه انت وحشه انت وحشه، فتبقى فتصدق. شايفه انها وحشه. انت اقل، انت غبيه، انت ما تقدريش تعملي، انت هتفشلي. ففي النهايه ينتهي الامر انه بقى الايمان او الاعتقاد راسخ جواها بان هي اقل او انها وحشه او انها غير مقبوله، فتبقى طول الوقت عندها الشك ده مهما كانت اجمل الجميلات. فده مساله شائعه بالمناسبه، الصراع ما بين الشك الخارجي والشك الداخلي. طب هل ده نوع من انواع صدمات الطفوله؟ ده نوع من انواع الايذاءات الطفوله اللي هي ممكن توصل الى مستوى الصدمه. عشان الصدمه كلمه كبيره، لكن في حاجه اسمها ايذاءات الطفوله. ايذاءات الطفوله من ضمنها هو التسفيه او التقليل من الشان او الاهانه او التحقير. ساعات امهات بيعملوها من خلال ان هم خايفين على اولادهم. يعني كل اللي بيحصل ده بيبقى دايما يقول لك ايه، اصل انا خايف عليها تتخن، فطول الوقت بتفكر ما تاكليش. يا تخينه تخينه بالظبط، كرشك مش عارفه ايه. انت عارفه مفيده انه في بنات اقل من وزنهم بكتير، ممكن يبقى وزنها 30 كيلو و35 كيلو، يعني اللي هو ما فيش حاجه، يعني وبنت كبيره وشايفه نفسها تخينه عشان اتقال لها من وهي صغيره. ان انت تخينه، فيترسخ جواها ان هي مهما تخس مهما تقل فنفس الكلام. طب خلينا نسمع هدى الشكل الايجابي للقصه. مظبوط. صنفتيها ايجابيه من حيث ايه؟ يعني اني كنت، يعني انا وعيت على الدنيا من غير بابا. لقيت مامتي وبابايا منفصلين، بس لقيت جنبي ام داعمه جدا، ام عظيمه، ام مكافحه. ما حسستنيش ان انا خايفه، بس لقيت المجتمع محسسني ان انا عندي مشكله دايما. يعني عدا غياب الاب عمل لك تنمر منهم مثلا؟ بالظبط، انه بابا فين؟ طب منفصلين، بابا وماما انفصلوا ازاي؟ انا بقيت بسال السؤال ده في الطفوله كتير قوي. طب ايه الاسئله السخيفه دي؟ ما هو ده من انواع التنمر للاسف. ليه اثر فيكي؟ اثر لان انا ما كنتش حاسه باي مشكله. انا مثلا اتولدت لقيت عم حنين جدا، داعم جدا، لقيت اخ موفر لنا ماديا كل المتطلبات، معنويا كمان. فانا مش حاسه ان في مشكله، بس بلاقي منهم انه لا انت اكيد في مشاكل. طب هو مفيش مشاكل؟ واتسالت السؤال كتير قوي. شفت حضرتك محمد هنيدي لما كان بيحكي، هو لما كانوا بيسالوه في العزاء، هو رمان مات ازاي؟ انا كل ما حد يشوفني او بتعرف على حد، هو انفصلوا ازاي؟ طب هو انا مش عايزه احكي، مع ان حتى لو حكيت بلاقي برضو اللي هو يا عيني يا حرام. طب ليه يا عيني؟ ماما نفسها مش متاثره. انا لقيت ام قويه جدا وذكيه، وقبل ده كله واعيه، هي عارفه ازاي تفهمنا انه احنا ما عندناش مشكله. فانت حسيتي من وانت صغيره ان انت عندك مشكله،
هم فرضوا عليا الناس حسسوكي وانت صغيره ان انت فيكي عيب فيكي مشكله بالظبط. بدات اكبر على التحدي، بتحدى الظروف وبتحدى المجتمع. يعني انا شايفه دايما انه يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انتوا ليه مش عايزين ترحموا حد تعرض لظروف معينه؟ يعني انا حارب الظروف وحارب معتقداتكم والتوابيت. ايوه القصه دي اثرت عليك ازاي غير النفسيه؟ يعني الكلام ده اترجم ازاي؟ ايجابيا ان انا بتحدى نفسي وبتحدى الظروف. ايجابي طبعا طبعا. انا الحمد لله متفوقه جدا دراسيا، اتخرجت من كليه الاعلام والتكنولوجيا الاتصال بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف. الحمد لله الحمد لله متفوقه في مجال شغلي، مش بس في مصر، بره مصر انا بشتغل مع شركات اماراتيه وسعوديه. حابه ان انا اظهر فكره عن الاعلامي المصري والصحفي المصري عالميا وعربيا مش بس في مصر. فانا تبنيت فكره انه رغم اي ظروف بتتعرض لها لازم تنجح ولازم تتحدى الظروف دي، من حقك تعيش حياتك سويه. مش يعني مش حابه. انت بتقولي ان ده تعافي، انا بشوفه انه لود نفسي غير طبيعي. بس ده لمرحله معينه. انا يعني الحمد لله دلوقتي انا شايفه ان السوشيال ميديا قدمت مبادرات كبيره جدا للسنجل ماذرز مثلا، انه مش شرط الاب يكون موجود، الام تقدر تربي جيل واعي. انت بتتكلمي على التحدي اللي بتعمله ان ده هي بتقصد المجهود اللي انت بتعمليه. انا قلت لحضرتك في البدايه انا كنت بحارب في معركتين، بحارب ظروفي وبحارب المجتمع اللي فرض عليا كبوت معين. طب انت ما فيش في اي مرحله من المراحل كنت حاسه ان انت مفتقده باباكي ومحتاجه ان انت تكوني زيك زي زميلاتك اللي عندهم؟ خالص. ما انا بالفعل زيهم. انا عايزه احكي لحضرتك موقف. انا كنت اتخرجت من الثانويه العامه بتقدير يعني من الاوائل و94% بس للاسف ما حالفنيش الحظ ان ادخل كليه اعلام. فقلت خلاص انا عشان يعني تخفيفا على اعباء الاسره انا هدخل كليه تربيه عام لغه عربيه ودراسات اسلاميه واثقل لغتي وعادي مجال الاعلام مفتوح للجميع يعني. فجيت بعد سنه اولى اخويا شايف ان انا بتدرب في جريده اقليميه عندنا في طنطا وعلى طول في تغطيات صحفيه مع محافظ الغربيه، فقال لي طب ليه تدرسي في كليه انت مش حباها؟ خلاص انا هلتزم بان انا هدخلك كليه خاصه. وفعلا كليه من اكبر الكليات في مصر سواء في المستوى التعليمي او ماديا، يعني مصروفاتها كبيره. وعمل لي ده. هو في ابهات يعني بتجبر ولادها ان هم يدخلوا كليات مش حابينها. يعني الاخ يعني كان بالزبط. في مثابه الاب بالظبط، والاب الداعم مش اي اب بالزبط. طب وانت اتجوزتي؟ انا متجوزه الحمد لله، وزوجي في وظيفه مرموقه جدا ومن عيله كبيره. حتى العيله مثلا ما كانش عندهم اي كومنت على موضوع الاب، يعني العيله كانت راقيه جدا فكريا. وانت فكره ان ماما كانت سنجل ماذر مخلياكي مثلا انك مقلقه من فكره انك تعملي سبوت لايت على مشكله بينك وبين جوزك، محافظه قوي، خايفه جدا من الانفصال؟ خالص بالعكس والله. ده انا ساعات بنهزر كده مع بعض وبقول له ما طلقني كده بهزار. هو انت عارفه ان الهزار ده غلط؟ ها لا اقصد اقول انا مش خايفه من كده، بس برضو المجتمع كنت بسمع جدا في مناقشات يعني اللي هو ايه، اي واحده باباها ومامتها منفصلين هي تبقى عندها نياز تنفصل. هو يا جماعه هو مش عدوى، هي الانفصال مش عدوى. يا للدرجه دي ممكن المجتمع اللي حواليك ياثر عليكي نفسيا؟ طبعا. انا في ابتدائي حضرتك جالي شلل في العصب السابع. ليه كل ده؟ عشان هم بيسالوكي تكرار الضغط النفسي والعصب. انت مطلقه ليه؟ بابا وماما مطلقين منفصلين ليه؟ طب يا جماعه والله مامتي نفسها كانت تقول انا مسامحه، انا ده نصيبنا كده، ده نصيبنا الحلو واحنا بايدينا نخلي نصيبنا حلو. وماما تقول دايما انا اخترتكم ما تكسفونيش، حققوا لي حلمي، انجحوا علشان انا اخترتكم، اخترت ان انا ما اتجوزش. ماما كان عندها 30 سنه كانت ممكن تتجوز. بنحييها وبنحيي كل ست بطله كده. نورهان انت قصه عكسيه شويه. انت شفتي باباكي وانت عندك 16 سنه. لا هو انا يعني بابايا كان معايا لغايه يعني هم منفصلين وانا هم عندهم 8 سنين. تمام. بس انا كان بالنسبه لي كان برضو مشكله مع المجتمع، يعني مشكله يعني انا وقتها انا ما كنتش حاسه يعني. انا مره واحده لقيت الدنيا اتشقلبت، يعني مره لقيت بابايا ومامتي بيتخانقوا وخلاص واقفين على الطلاق وخلاص في مشاكل وخلاص هم يعني. لقيت ماما كل شويه عماله تعيط، فجاه ماما دخلت الاوضه، ماما كان شعرها لغايه هنا، لقيت نفسي قصتها هي لغايه هنا كده. كل ده ولا مره ماما فكرت انها تكلمكم؟
كانوا صغيرين 8 سنين حتى لو 8 سنين. لا احنا كنا مستوعبين، يعني كنا مستوعبين ان في حاجه غلط وان بابا ماما. بس هي ما قعدتش كلمت معاك؟ لا خالص ولا مره. لا حتى يعني انا حتى لما هو خلاص ماما يعني هم بينفصلوا، فهي كنا رايحين عند تيتا فهم بيلموا العفش كده. كان عندك كان عندي 8 سنين. 8 سنين اوكي. ولما شفتيها قصت شعرها عمل فيكي ايه؟ انا انهارت. يعني لان انا بالنسبه لي انا كنت بمسك شعر ماما ده واقعد اسرحه كده وابقى مبسوطه قوي، فجاه لقيت ماما بتقص شعرها لغايه هنا. وكنت رايحين عند تيتا ايه فيه؟ لان احنا ساعتها سيبنا البيت بتاع بابا وماما خدت كل العفش ورحنا ساعتها عند تيتا بحاجتنا كلها. فاتنقلتوا البيت تاني؟ فانا حتى انا ما كنتش مستوعبه، انا فاكره ان مثلا هنغير يومين هننقل من البيت هنعمل حاجه. بس كانت الصدمه بقى لما رحنا هناك ولقيت ان ماما كل شويه عماله تعيط، كل شويه خلاص احنا عرفنا ان بابا وماما مش مع بعض. يعني خلاص انا استوعبت، اخويا كمان اكبر مني باربع سنين فهو استوعبته من خلال اللي انتوا شايفينه قدامكم بس ما حدش يكلمكم. يعني من خلال ماما وهي كل شويه عماله تعيط. بس ماما ماما كانت كل شويه عماله تعيط بشكل مش طبيعي. انت استوعبتي وانت متصالحه متفهمه ولا استوعبتي وانت مجروحه ومصدومه ومش مخزوبه؟ في الاول ما كنتش حاسه بده، يعني ما كنتش حاسه ان هو ان الموضوع ممكن ياثر فيا لغايه ما هو حصل مشكله ولقيت خلاني مش مستوعبين خالص ان هي انفصلت. وبيلموها، يعني هي اوريدي يعني دايما نشوف ان الضرب في الميت حرام. فهي اوريدي كان عماله تعيط وبتاع وكل الكلام ده، محتاجه طبطبه مش محتاجه هم لوم وعتاب. لدرجه ان احنا كنا في بيت تيتا، يعني كان لينا اوضه كده بتاعتنا دي، الاوضه دي كانت مهجوره اصلا، يعني ساعتها احنا كنا وضبناها وبتاع وقعدنا فيها، وعفشنا اوريدي كان يعني كان في كذا مكان تاني ما كانش في بيت تيتا. بس فجي خلاني ساعتها حتى لما كان بيتجمعوا كل جمعه فجاه بيهملونا، فانا حسيت ان احنا في حاجه غلط. يعني انت وماما واخوكي كنتوا طول الوقت قاعدين لوحدكم في الاوضه؟ ومحدش يجي يخش يقول لكم تعالوا اتغدوا معانا احنا متجمعين خالص؟ يعني نادرا، احنا بس عشان احنا اطفال صغيرين فبنحب تخرجوا ولاد خالنا وولاد يعني خالتي وبتاع، فتمام يعني هو تمام بنروح. بس غير كده كان حاجه قد ايه؟ لا هو انا ما تعافيتش منه غير من فتره قريبه. اوكي. من حوالي 3 سنين مثلا. عملت فيكي ايه؟ لان هو اوريدي لما مثلا جه بقى ان انا دخلت المدرسه فبقيت بقى كل شويه يعني اللي هو صحابي شايفين طبعا منك اتكلم واقول ماما جابت لي كذا وماما جابت لي كذا. ماما جابتك وانت احلى بنوته وانت زي القمر. ماما جابت لك كذا وماما جابت لك كذا، فهم قالوا لك وفين بابا؟ طبعا. صح؟ وقعدوا بقى يسالوا نفس الاسئله دي كتير. انت كان عندك اخ من كتر ما كنتوا ما بتتكلموش مع حد فعلا كان فاقد النطق شويه؟ ليه؟ طيب احنا هناخد وقت واجيب لك ميه ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل. شدي حيلك يلا فاصل. بنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وحقيقة الأمر يعني نورهان قصتها طويلة ومحتاجين نسمعها. أنا آسفة بس يعني محتاجين نشارك الجمهور معانا القصة. فإيه رأيك؟ عايز تبتدي من آخر مرة أنت وقفتي لما كانوا خلانك بيجتمعوا بس هما كانوا رافضين فكرة طلاق مامتك من باباكي، فما كانوش بيهتموا بيها، وفي الأوضة دي كأنكم إيه مش موجودين، منبوذين يعني. منبوذين. حتى قالوا لها يعني هما يعني حصل خناقه ومشاده، فجاه لقيت خال من خلالي بيقول لها انت هنا عال علينا. كل ده انت سامعاه؟ انا سامعاه، وحتى يعني خالي اللي هو اللي عمل كده، انا كنت بنت الصغيره هي طبعا شايفه في خناقه كبيره فقعدت تعيط، انا بقيت عماله اطبطب عليها وهو بيزعل مامتي انا. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ اخوكي ايه اللي حصل له؟ يعني ليه اخوكي ما كانش بيتكلم كويس؟ يعني اخويا كان متعلق جدا، يعني اخويا عشان اكبر مني فطبعا عاش معاهم هما الاثنين قوي، كان متعلق بوالدك. كان متعلق بابا قوي، وبعدين هو كان فاهم يعني هو بالزبط. كان مستوعب. ده موضوع مهم جدا انه الاكبر بيتعب اكتر من الاصغر والله، لانه بيبقى واعي بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل، اللي الصغير مش فاهم. هطلعين رحله احنا قاعدين يومين وراجعين. يعني انا حتى كنت بقول لهم، وانا يعني بقول لاصحابي اللي هم جيراني كنت بقول لهم انا رايحه عند تيتا وفرحانه يعني كنت مستوعبه ان كل ده ممكن يحصل. طب
طب التطور حصل ازاي؟ يعني انتوا انت واخوكي ومامتك الدنيا مشيت ازاي؟ ساعتها رحنا عند يعني كنا نازلين هي خلاص ماما بقى كرامتها يعني ما كانتش عايزه كان في واحده صاحبتها كانت عندها حوش في التراب وقالت لها خلاص تعالي واقعدي فيه ومامتك كانت مقتنعه تماما انها تاخدكوا وتروحوا تعيشوا ولا تعيش يعني في بيت مامتها يعني هي فضلت انها تبقى عايشه في حوش في مقابر عن انها تبقى عايشه في البيت مع بالظبط لان بالنسبه لها هي جمله عاله دي كانت كبيره كبيره جدا بلس ان احنا كنا في البيت بتاع تيتا بجد ماما كانت توليه حاجات كتيره قوي تطبخ يعني وتنضف والتموين دوت كان شيء اساسي يعني بابايا كان سايب لنا الكارت بتاع التموين فده كان لازم يعني طيب. ده كان ايه اللي حصل ما انتوا ما نزلتيش ماما ما راحتش لصاحبتها في التراب هو احنا خلاص كنا نازلين احنا لمينا شنطنا يعني لمينا كام لبس كده واللي هو خلاص نازلين تمام فجه خاله لقيناه يعني خلاص خرجنا من الشارع لقيناه بيجري ورانا يعني. ده الاصغر غير اللي قال لها يعني يعتبر اللي قبل الصغير يعني برضو هو صغير بس كان قبل الصغير وده ساعتها خدنا معاه البيت وهو كان لسه عريس يعني هو ما كانش مثلا كمل حوالي سنه موقف انساني وقعدتوا معاه قد ايه؟ 6 شهور امتى بقى عندكم البيت بتاعكم؟ لما حصل ايه؟ ساعتها مامتي في بنت عمتها بنت عمها كلمتها وقالت لها انا عندي شقه عايزه ابيعها هي كانت عارفه يعني الموقف وعارفه ان احنا بندور على شقه فهي كلمتها فمامتي ساعتها بعت الذهب وبقيت عماله بتكون في الشقه دي ف لدرجه ان يعني احنا كنا مبسوطين لدرجه ان جه في رمضان تمام كانت هي بتوضب الشقه وكانت واقفه مع الصنايعيه وخالي كان واقف معاها هو واخويا فانا ساعتها كنت في البيت يعني رغم ان كنت عندي 8 و9 سنين بس كنت دايما شايفه ان ماما تعبانه يعني ومفيش اكل في البيت يعني مفيش فطار مفيش اي حاجه خالص فجأة هم رجعوا لقوني ان انا كنت طفله بس كنت بفكر ما فيش اكل في البيت واحنا صايمين تمام فدخلت المطبخ قمت عملت مكرونه وطلعت ماما كانت جايبه كفته وجايبه حاجات في الثلاجه طلعت طبق كفته وبقيت عماله بعمل في المطبخ وبتاع وقف وساعتها كنت قصيره فكنت حاطه كرسي وعماله اطلع واطبخ وبتاع جمله قوني عامله السفره يعني عامله كل حاجه وانت عندك 10 سنين عندي 8 سنين يعني كنت قربت على 9 سنين القصه دي قصه صعبه ثقتك بالاخرين قدرتي تتعافي ازاي؟ ليه بتقولي اخر 3 سنين تعافيتي؟ لما حصل ايه؟ جه تليفون لماما كانت هي انا ما كنتش اعرف حاجه عن الاذيه يعني ماما كانت دايما بتحاول تخبينا يعني حتى ماما لغايه النهارده بتقول لي انا مش خايفه عليكي يعني خايفه عليكي من البشر خايفه عليكي من اللي بيحصل بره يعني هي خوفها عليكوا كانت يعني بتحاول تحميكوا من اللي شايفه ان بره ده خطر انا شخصيا لما خرجت بره شفت جه التليفون ايه اللي حصل؟ كان في واحده كانت حابه ان هي تاذيني يعني هي حصل بيني انا وهي تاتش فهي عارفه ان اقرب حاجه ليا واكتر حاجه ممكن توجعني ماما. فقامت قالت لها يوسفني يا طنط ان انا اقول لك انت كنت مديانه وهمسكه مش قدها ومش ليها وطبعا نتيجه التربيه السايبه والبيت المفكك. ايه الجمل دي؟ ايه يعني انا ساعتها النوعيات دي من البشر؟ في اللحظه دي انا حمدت ربنا وقلتها لمامتي. قلت لها هو لو معايا في البيت بابا وماما وهطلع ان انا اذي حد في مشاعره بالشكل ده فالحمد لله ان هم ان انتوا الاثنين مش مع بعض. يعني ماما قررتي انك تعملي ايه؟ قررت ان انا مش ههتم لراي حد يعني لدرجه ان انا كان برضو لما كان عندي 18 بقى و19 و20 في الفتره دي لما كان بيتقدم لي عريس كنت بسمع جمله غريبه قوي يعني كانت واحد منهم كان مامته ما كانتش موافقه فقامت قالت له يعني قالت له انا مش موافقه عليها لان دي تربيه واحده ست يا خبر ابيض هي لسه ناس بتفكر بس انا عايز اعرف القسوه دي ايه اللي باقي معاكي من الاحداث الجسيمه اللي انت عشتيها دي حتى الان؟ ايه اللي لسه موجود؟ يعني اللي لسه موجود دلوقتي خوفها على مامتها قوي ايه كمان؟ عدم ثقتك في الناس؟ عدم ثقتي في الناس بس بقيت مؤخرا لان انا بابايا لما رجع وانا عندي 16 سنه انا كنت رافضه ان انا اتكلم معاه. يعني رجع لماما؟ لا ما رجعش لماما رجع لهم رجع لنا احنا. هو كان فين بقى 16 سنه اللي فاتت؟ مش 16 سنه هو منهم 8 سنين يعتبر 8 سنين غاب هو أيوة. كان مراقبنا بس ماما كانت بتبقى حريصه ان هو ان احنا هي مش عايزه تاذي نفسها. واحنا كنا موافقين على ده يعني اخويا لان اخويا كان بالنسبه له ما كانش بيتكلم لفتره وبتاع ف
ده كان لازم ان هو يروح يقعد مع بابا فتره. حتى هو لما راح قعد مع بابا فتره بدا ان هو يتكلم، لسانه كان تقيل، هو لغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي ممكن يتكلم مثلا تحسي ان هو في تقل في الكلام كده. ماما بتشتغل؟ بتشتغل ايه؟ مامتي بتشتغل كاتبه حسابات. وانتي؟ انا بعزف تشيلو. بتعزف تشيلو في الموسيقى العربيه؟ ما شاء الله. اوكي، فنانه يعني. هي مزيكا بقى هي طب هي نوران يا دكتور بتقول انها تعافت من 3 سنين. واو، حضرتك شايف باللي هي الحكي ده معناه ان انا تعافيت؟ هي قادره. انا مع يعني اللي هي بتحكيه وحكايه طويله ومؤلمه جدا وصادمه بالمناسبه. لكن طبعا هي قادره. في ناس بيتعافوا بعد احداث كبيره جدا وجسيمه، بس انا اعتقد انه فكره الطفوله هي اللي حكيته ده، ان هي كانت اصغر من ان هي تستوعب حجم المأساة. يعني الولد لانه اكبر فمخه كان اوسع فكان شايف المأساة بشكل حقيقي، فانعكست عليه انه الاطفال عنده مشكلة بقى. طبعا. لكن الاطفال خصوصا لو لقوا حد يحميهم ويطمنهم ويقول لهم ما تقلقوش ما تخافوش احنا كويسين، في الحالة ديت الاطفال ما بيتعبوش قوي زي الكبار، لانه بيبقى وعيهم بالاحداث واحتفاظ حتى ذاكرتهم بالاحداث بتبقى محدودة شوية، بيبقوا شايفين الحاجات زي اللعب اكتر منها زي الجد. لو انا محتفظه بذاكرتي بالاحداث ابقى لسه ما تعرفش؟ لو الذاكره ديت، ما هو احنا بننساش، بس لو الذاكره ديت مؤلمه او مفزعه، يعني لو كل شويه مثلا اروح عامله كده وافتكرت واحنا او ابكي زي ما يبكي او اروح معيط وانهار، لا البكاء عادي، بس الانهيار احنا ننهار او ان احنا ما بقاش عارفين ننظم مشاعرنا، يبقى هنا الصور اللي بتيجي من القديم تبقى هي طبعا صدمه. دي اسمها فلاش باكس، بنسميها فلاش باكس، انه الحد انه الشخص يبقى قاعد في حاله او قاعد في وسط بياكل او قاعد بيشتغل، وبعدين فجاه تروح مقتحمه وعيه صوره او صوت او كلام او افكار. طب ايه النوع ده من صدمات الطفوله حضرتك تصنفه ايه؟ صدمه طبعا. ده صدمه. فجاه العالم اللي الطفل عايش فيه بينهار. طب ايه انواع الصدمات؟ اللي مصدرها الاهل. احنا عندنا 2، ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ هقول لك، الصدمات اللي مصدرها الاهل زي العنف الجسدي او العنف النفسي او الاهمال او العنف الجنسي، دول 4 صدمات مصدرهم الاهل او مصدرهم المحيط، ممكن حد يعني الدايره القريبه بالظبط. وبعدين في صدمات مصدرها المجتمع زي الاتهامات بانه انت طبعا احنا كان الاب هنا في الحاله ديت كان بيتهمها بان هي اقل وان هي مش حلوه، وهنا المجتمع كان بيأذيها عشان هي بابا وماما مطلقين فكانوا بيعتبروها اقل. فده ده مصدر الخامس للصدمات. في بقى عندنا الصدمات الناتجه عن المشاكل البيئيه، زي مثلا البيت فجاه انتهى، دي مشاكل بنسميها مشاكل بيئيه، زلزال، حرب، فقر شديد، الاب دخل السجن، العيله اتفقرت فاضطروا ان هم يسيبوا البيت، ده نوع من الصدمات بنسميها صدمات بيئيه الطفل بيتعرض ليها، بحيث انه العالم بتاعه اللي هو كان يعتقد انه عالم امن ومستقر بينهار. بالظبط. في بقى كمان الصدمات اللي هي قايمه على الاحداث الكارثيه، زي مثلا حريقه مثلا في البيت، زي مثلا بابا مات، الام تفت، الطفل نفسه جاله مرض خطير واضطر انه يدخل المستشفى ويتعالج ويتعمل له عمليات جراحيه وهو لسه طفل صغير عن 8 سنين 10 سنين، وتعرض للحرمان من الام، الحرمان من الاسره، اتعرض لالام العمليات، كل ده ممكن يكون يسبب صدمات. فدي بيسموها الصدمات الطبيه اللي ممكن او الجراحيه اللي ممكن تعرض الطفل ليه صدمات. الاهالي ما بياخدوش بالهم انه الحاجات ديت ممكن تؤدي الى صدمات وبيتعاملوا معاها باعتبارها احداث عاديه، او الدكاتره حتى كمان. وفي الحاله ديت احنا بنبقى محتاجين ان احنا نشتغل مع الطفل نفسيا عشان نحميه من صدمات الامور. لو انا جيت سالت حضرتك دلوقتي النهارده نقدر نتعامل لو مع شاهين ده ونورهان ازاي؟ انا اعتقد النهارده ولا قبل كده هم اطفال؟ لا النهارده. النهارده هم اطفال. النهارده هم طالعين بنتيجه من حياتهم. انا شايف انه نورهان شاهين ده عملت حاجه اسمها لسه ما اتصلحتش، لسه ما عندهاش تصالح كامل، عملت حاجه اسمها كاونتر رياكشن، يعني رد الفعل المضاد، يعني يعني هي اتقلل من جمالها واتقلل من انوثتها، فقررت ان هي تعمل شيء عكسي تماما، وهي لا انا وحش يا ولاد الذين،
انا جامده انا بتاع تشتغل في الاستعراض او تشتغل في المسرح فيبقى فتبقى هنا هي زي ما تكون عملت كاونتر رياكشن بيسموه كاونتر رياكشن فعملت الشغل ده اعتقد انه ده ممكن يؤدي لنتائج كويسه انها تاخد فيدباك حلو من الناس لكن ممكن بعد شويه تبتدي تهدى بقى وتشوف هي بقيه العوالم يعني الأخرى. دي بدايه التصالح طبعا النجاح والتحقق والاصرار ان انا عكس ما كانوا بيقولوا لي وعكس ما انا متشبعه بفكره مش حقيقيه اعمل عكسها تماما اعمل عكسها زي ما بيقولوا كده عكس دماغك اعمل عكس دماغك بالظبط ده بدايه التصالح ده احد وسائل التعافي طب نوران تصالحت؟ لا تتعامل بقى معاها ازاي نوران؟ يعني اعتقد انه فكره انا طبعا ما اعرفش بابا وضعه ايه دلوقتي بس فكره انه ماما وقفت وصدت وبنحييها برضو بطلة جميلة رائعة ربنا يديها الصحة وان انت كمان بقيتي فنانة وبتشتغلي اعتقد انه ده شوية بشوية هيؤدي الى تعافي تدريجي بس لو ما زال في فلاش باكس قديمة من الحاجات دي ممكن تكوني محتاجة مساعدة لكن ده بيعتمد على اللي انت بتعمليه النهاردة ان المحيطين بيكي يكونوا مصدر امان وتكوني قادرة ان انت تعاملي مع مشاعرك وانا اعتقد ان هي قادره يعني قادره وقويه شاهين ده انت اتطلقتي علشان تحمي بنتك من انها تعيش المأساة اللي انت شفت ان انت عشتيها ممكن يكون سبب منه ممكن نقدر نقول كده سبب من اسباب الانفصال طب وهل لكن كان موجود ده كان في دماغك لانه كان بيطبق عليا قبل ما يطبق على بنتي فانت شفتي البوادر زي ما بيقولوا فقررتي انك تيجي على نفسك وتقرري انك انت ده من ضمن الاسباب انا برضو عايزه اقول حاجه عن يعني حب الاهالي الغلط يعني انا كنت مثلا في المدرسه طلعت الاولى في مره فبابايا لما رحت له مثلا وجبت شو فرحانه ده انا قلت يعني خلاص لا مفيش بعد الاولى بقى فبص كده كويس بس ده العادي يعني ده كان رد الفعل يعني ما شجعكيش لسه فاكره انت كنت متخيله ان انت ممكن تجيبي اقل من كده هو يعني هو متصوره هو بيشجعني بس الكلمه بطريقته انا وانا طالعه على السلم انا قلت ده يعني هيتعمل لي يعني فرح طبعا هو بيحب بس بطريقه انا ما فهمهاش يعني او ممكن هو يكون فاهم ان انا كده بحبك بس يعني مش عارف يوصل له الحب ده واحيانا يبقى خايف لا يسقف لك فانت تفشلي يعني هو هو قال لي كده في مره احيانا كده بالظبط ما هو ده يعني انا اللي انا عايزه اقوله حبونا بطريقه نفهمها ايوه مش الطريقه اللي تعرفي دي نقطه مهمه بقى عشان نوجه كلامنا للاهالي ايه اللي ما ينفعش تعمله عشان هيعمل مشكله لا انا عايز الاول اقول ازاي نحب اولادنا بالطريقه اللي هم يفهموها لو انا عايز ابني يبقى كويس يثق في نفسه وينجح ويتغير كمان لو في سلوك مش كويس اسقف له اكتر من ان انا انتقده ايوه اكتر حاجه بتساعد الاطفال علشان يتغيروا بشكل ايجابي حتى لو هم مش كويسين فما بالك لو هم كويسين ان انا طول الوقت حاسسهم ان هم كويسين تحفيزي طول الوقت طول اليوم اسقف له اسقف له لو هو بيعمل حاجه وحشه وبطل يعملها اسقف له لو هو بيعمل حاجه حلوه اسقف له صح. لو هو ما بيعملش حاجه وحشه اسقف طب لو هو بيعمل حاجه وحشه وانا عايزاه يبطلها ابص على اي حاجه بسيطه لو قلل من الحاجه الوحشه اقول له شفت برافو عليك لو قلل بس لو هو كل يوم بيعمل حاجه وحشه 5 مرات وعملها 4 مرات النهارده اسقف اعمل له فرح اسقف فيعملها 3 مرات سؤال هل نورهان والدتها بيقول لها كل الاحترام وست مجاهده وعظيمه هل مامة نورهان لو كانت قعدت مع نورهان وابنها في وقت من الاوقات وابتدت تتكلم من جواها برافو عليك كان نفس صح؟ برافو عليك برافو عليك اعتقد كان هيخفف شويه مع اولادهم يشرحوا لهم لا يا ماما كانت تقعد معانا كتير قوي ايوه تشرح لكم الفكره مش فكره إيه؟ البيت يعني فكره ان المجتمع بره انت بتدافع عن ماما انا بدافع عن ماما ليكي حق انا بس اقول ماما كانت قالت لك على فكره انا قصيت شعري علشان انا عايزه اخلص من الماضي انا ست مش قوية بس كده ما تقلقيش حتى ايوه بالظبط كده ايه رايك بالزبط. وانا بنت عمتي عامله بيت ما تيجي نبيع ذهبي
هيجيب لنا كذا. لا وفي حاجه هي عملت بطريقتها الكلام ده. ايوه طبعا هي بس احنا بنعلم. لا بس احنا كمان عايزين نقول حاجه ثانيه، فكره ان الام تنهار قدام عيالها وتبقى قاعده بتعيط طول الوقت من غير ما تاخدهم في حضنها وتقول لم احنا حاجه واحده، احنا عمرنا ما هنفترق ابدا، احنا هنفضل مع بعض طول الوقت. يعني احنا ما كناش مستوعبين ان الموضوع عشان هيك عيطت وخدت خلاص من غير ما تتكلم يا جماعه. من غير ما تتكلم من غير ما تشرح. وفي نفس الوقت احنا لما كبرنا فهمنا ان هو عادي. انا يعني بقى كنت لا كانوا مكبرين. طب انت اتصالحتي مع باباكي يعني دلوقتي؟ لا نفسيا نفسيا متصالحه معاه جدا يعني بالعكس. يعني هو ممكن يكون سبب من الاسباب اللي خلاني اتعافى اصلا، لان هو رجوعه خلى مش بس رجوع قوي. وفي نفس الوقت هو يعني هو بيقول لي هو خلاص عرف شخصيه بنته بقى وكل الكلام ده، فهو دايما يقول لي ايه، يقول لي روحي اعملي المصيبه وارجعي هاخد لك حقك. انا في ظهرك. انا في ظهرك. ما هو ده النقطة. فدي النقطة خلتني الدعم. انا النقطة اللي نورهان بتتكلم فيها رائع، ان باباها لما دخل حياتها اداها ده حلو قوي. لكن اللي انا عايزة اقوله كنت اخفف وطأة الحزن. انت عارف نورهان وهي بتحكي في جواها نوع من الالم، حزينة طبعاً. لعل مامتها مرت بيه، حاسة ان هو هي كتير مرت بيه طبعاً. احنا بنعلم امهات بيتفرجوا علينا ان احنا وقت ما نبقى عندنا، احنا كامهات ستات كبار عندنا المهنة بس عندنا اولاد، احنا محتاجين نشاركهم بس بقد ايه من المعلومات. هقول لك انا القواعد. واحد، نجنبهم انهم يشوفوني منهارة. نجنبهم الشعور بعدم الامان. حتى لو احنا حاسين احنا شخصيا بعدم الامان، نجنبهم الشعور بعدم الامان. لو انا عايز اعيط اعيط بعيد عنهم وارجع اقول لهم احنا كويسين، ما تقلقوش احنا هنبقى زي الفل. نجنبهم المزيد من الايذاء، يعني ما يسمعوش مثلا الكلام اللي بيتقال في العيله، وما يسمعوش الشتيمه، ان وقت ما كانوا مجتمعين كانت تاخدكم وتنزل بالظبط. فنجنبهم المزيد من الايذاء، نشرح لهم الوضع اللي هم اللي هيطمنهم، اللي هيحسسهم بالامان ويحسسهم بانه كل حاجه هتبقى كويسه، ما تقلقوش الدنيا هتمشي كويسه. نعلمهم ازاي ينظموا مشاعرهم، يعني الطفل وهو في الوضع ده بيبقى خايف، فانا محتاج اعلمه ازاي ما يخافش. ازاي اعلمه؟ التنفس، يفكر ان يلجا لي، يجي لي، يتكلم مع اخوه، يدعي ربنا، يعمل الحاجات اللي تخليه يصلي يقرا قران. احنا بنسميها تنظيم المشاعر. احنا الطفل لما بيعيط بنقول له، بنقول له اسكت، او بنقول له انت بتعيط ليه؟ لا ما نقولش الكلام ده، ما نقولش الكلام ده، دي الكلام بنقول له تعالى يا حبيبي نشفره. كلنا بنعيط بس عارف لما نعيط نعمل ايه؟ ندعي ربنا، نسبح، نتنفس، ننظم تنفسنا، نلعب اي حاجه، نجيب الالعاب بتاعتنا ونقعد نلعب فيها. فنعلم الطفل ما يسمى بتنظيم المشاعر. نعلم الطفل الحاجات الايجابيه اللي في حياتنا، اللي في الواقع بتاعنا. مثلا اذا في خال مش كويس، في خال تاني كويس. اذا في جد مش كويس، جده كويسه. اذا في خاله مش عارف، اذا في جار، اذا في. فنعلم الطفل انه انه انه, إنه في، لا مش بس الدنيا مش صعبه قوي كده، انه في حاجات كويسه حوالينا. اللي مهم بقى اللي الاهالي كتير بينسوه، ان احنا كمان محتاجين ناخد بالنا من نفسنا. ان الام اللي هي في الوضع ده محتاجه كمان تاخد بالها من نفسها، تهتم بنفسها عشان العيال يشوفوها حلوه، تهتم بصحتها، تهتم ان هي تنام كويس، تهتم تبذل مجهود عشان هي شخصيا، عشان هي ما تبقاش منهاره، عشان هي تبقى بالزبط. قدام نفسها. واعتقد هو ده اللي مامتها عملته، ان هي اشتغلت وجابت لهم بيت. صح. لا دي ست يعني جباره طبعاً. طيب في نفس الوقت انا يعني انا كبنت انا كنت حاسه ان انا عايزه افرح ما باي طريقه. يعني عشان مثلا خايفة عليها. ما هو ده لا عشان بتحبها عايزه تعملها حاجه هي اوفرلود. انا برضو كأم ما احبش احط هذا الاوفرلود، رغم ان انا عارفه انك بتحبي ماما. بس ده اوفرلود عليكي وانت صغيره. لا بس هي بتنبسط وهي بتعمله يعني، بتلاقي سعاده اكيد وهي بتعمله عشان خاطر ما الكرسي وقفت عليه وطبخ. فده حلو بس حلو لو هي بتعمله وهي ما عندهاش الاحساس بال. ايوه بس هي سعيده وهي بتعمله. وده احيانا بيبقى ايجابي على فكره. العيال اللي بيتولدوا لامهات وحيدات بيكبروا بسرعه وبيبقى عندهم مسؤوليه، عندهم مسؤوليه اكبر وبينجحوا وبيشتغلوا بدري. طب قول لنا يا هدى، لو قلنا رساله سريعه للتعافي البنات اللي بتتفرج علينا دلوقتي، او ايه اهم مفتاح للتعافي؟ النجاح. والدتي كانت دايما تقول لنا لو عاوزين تنتقموا من اللي حصل انتقموا بنجاح. انجحوا انجحوا عظيمه. انجحوا. ماما للاسف مش متعلمه
لكنها واعيه حكيمه لكنها واعيه طبعا. وكانت دايما تقول لنا انا اتحرمت من التعليم لوفاه والدتها في سن صغير. كانت شاطره جدا. لما بنقابل صديقات ماما بيقولوا لنا ان ماما كانت من الاوائل. كانت دايما تقول لنا حققوا لي حلمي. وابلغ رساله يعني اوجهها ان انا موجوده دلوقتي مع حضراتكم وانا نجحت. وجودي ده في حد ذاته ان انا بحكي تجربتي كمثال وكنموذج يحتذى به. جدا جدا ده في حد ذاته نجاح. النجاح اروع انتقام. شهندة تطلعي من الحلقه دي تقولي ايه؟ احنا جوانا كلنا حاجه احنا مصدقينها في نفسنا. لو سمعنا اي حاجه من بره من اهلنا او من ناس بره لا انتوا جواكوا حاجه اعملوها. على فكره انا شغلي ملوش اي علاقه بدراستي لان دراستي بابايا برضو اللي اختارها. انا نظم ومعلومات اصلا. بس انا طول عمري كنت شايفه نفسي شريهان ستار وبتلمع وكلها روح وحيويه وكل حاجه. وصدقت ده قوي وعملته ونجحت فيه فعلا الحمد لله بقى 9 سنين كل الظروف رغم كل الظروف. يعني حبيت قوي ولما جات لي الفرصه وشغلي جه صدفه مسكت في الفرصه وكبرتها وبقينا 9 سنين انا في مجالي. ان هو ما حدش يقدر يكسرك. لا طبعا حتى لو كان اقرب وكبر. لو انت مصدقه بجد اللي جواكي لو انت مصدقه بجد هتعملي لنفسك ميلاد جديد حقيقي. ده حقيقي. نورهان تطلعي ايه من الحلقه دي؟ يعني انا مبسوطه ان انا هنا. احنا كمان مبسوطين بيك. قادره ان انا اقول ده يعني مبسوطه ان انا صحيح يعني ان انا جيت هنا وقادره ان اقوله عادي مش دي مش خايفه ومش مكسوره. قوه نفسيه كبيره وجزء صحيح. كبير ده جزء من التعافي بالظبط. فدي وفي نفس الوقت انا مبسوطه من ان ماما خدت القرار ده لان انا واثقه ان هي مرتاحه. يعني ما دام شخص احنا مش كشريك مش حابين نكمل معاه الحياه يبقى عادي جدا احنا ما نكملش معاه. مش وعلى الاسره انها تتقبلني ما تنبذنيش بالظبط. يعني ده كان يعني انا لو شايفه في مشكله وغيرتك. فانا شايفه في مشكله من عيلتها فاهم ومن المجتمع بكلمهم طبعا يعني بنتعامل بس طبعا في اكيد بقع سودا في رواسب طبعا. يعني لان طبعا احنا كنا مع ماما قوي وكنا انا ادرى بحياتها وانا ادرى باللي حصل وقتها. احنا بنشكركم ميرسي جدا. ومره تانية انا بشكركم شكر خاص انا وسهير على ان انتوا قررتوا انكم تيجوا وتشاركونا تجربتكم وتعلمونا دروس جديده ان انا احنا كامهات ازاي نربي اولادنا وازاي نتخطى او نظبط نفسنا في غلطات احنا بنعملها. منتهى الشجاعه منتهى القوه. يعني سعداء جدا جدا بوجودكم معانا وبتجربتكم اللي بتقول ان انتوا بنات وستات اقوياء جدا ورائعات وجميلات كمان. واحنا بقى نتقابل الاسبوع اللي جاي ونفتح قصه جديده. والله القصه دي ما بتخلصش على فكره. بس مش هنعملها الاسبوع الجاي. خلينا نفتح قصه جديده ونحاول ان احنا نساعد اشخاص جديده في حلقه جديده. نشكركم ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نلتقي.